مساء الخير، معاكم دكتورة مروة دهب، استشاري الأمراض الجلدية وتجميل الجلد بالليزر. النهاردة شرفوني شركة بيونيكي في العيادة، وطبعا بيونيكي غنية عن التعريف، هي the first and only تقريبا medical makeup all over the world. أنا شخصيا بتعامل معاهم نفسي، يعني أنا زمان لما كنت بسافر إيطاليا كنت بشتري الفاونديشن بتاعهم قبل ما أصلا أنزل مصر. أنا مش كتير بتكلم على برودكتس وبسوق لها، بس أنا شركة بيونيكي، أنا على المستوى الشخصي أنا بحب الأشخاص والأفراد اللي في الشركة، وعلى المستوى المهني والبروفيشنال وايز البرودكتس بتاعتهم فعلا برودكتس محترمة. ليه برودكتس محترمة؟ بقول إن هي محترمة لأن أنا ما أقدرش كطبيبة أوصف في روشيتا ميك اب. انا كان دايما قبل ما بيونيكي تبقى في مصر مثلا من اكتر من سنتين، قبل كده 5 سنين 6 سنين 10 سنين، كانوا البنات دايما يسالوني كدكتوره ست بتحط برضو ميك اب ايه بتستخدمي ايه، فكنت ببقى متحرجه جدا ان انا اقول لهم بستخدم براندز يعني مش طبيه، لان هو ده اللي كان حاصل فعلا، احنا كنا بنستخدم براندز مش طبيه، يعني اي براند مش طبي مشهور من المعروف، الحاجات اللي معروفه دي مش ميديكال. فلما نزلت بيونيكي وكنت برضو صحيح وقتها بتكسف، يعني هو ازاي العيانه تسالني على ميك اب، يعني دي برضو بالنسبه لي كانت حاجه كبيره، انا معلش حضرتك انا دكتوره لا مؤاخذه ما تسالنيش على ميك اب. فالموضوع كان يعني شويه في تحسس كده ان ما ينفعش دكتوره تتكلم في الحاجات دي. لما نزل براند بيونيكي مصر هم بالماركتنج تيم وبالماركتنج بلان اللي عملوها اقنعوني كطبيبه، وفي نفس الوقت اقنعوا الكلاينتس اللي ماشيين في الشارع واللي بيعدوا على الصيدليات ان لا، انت هتصرفي البيونيكي بروشته طبيه. الصبغه بتاع البيونيكي هي امونيا فري، والبي بي دي دي خطيره جدا، الماده دي هي اللي بتسبب بعض الحساسيه عند ناس كتير جدا من الصبغه، وتلاقي ناس كتير قوي حطوا صبغات وبعدين نتيجه ماده البي بي دي هم حصل لهم تحسس ووشهم ورم والحاجات دي. جلوتين فري دي مهمه جدا ان الصبغه تبقى جلوتين فري، دي لان في ناس كتير قوي عندها سنسيتيفيتي من الجلوتين ولكن تيستد. يعني ايه بقى نيكل تيستد؟ وده اللي بحبه جدا بالذات مش في الصبغات بقى، في الـ كل الميك اب سيت اللي عندهم حته النيكل تيستد دي مهمه جدا جدا جدا، وهنرجع لها تاني واحنا بنتكلم في الميك اب. بالنسبه للصبغه في بعض الماركات في السوق المعروفه جدا تقول لك انا امونيا فري، وماركه معروفه من غير ذكر اسامي هي حقيقه مش امونيا فري، هي فيها نسبه امونيا، ان الامونيا هي اللي بتثبت اللون على الشعر. البيونيكي فري في امونيا. انا بس كان عندي اعتراض وحيد بقى، ده شخصي ده بجد، يعني ان لو عندك شعر ابيض كتير ما تروحيش الالوان الفاتحه بتاع بيونيكي، لان هي زي ما قلنا امونيا فري، فهي علشان تلقط هاتي دايما الغوامق. ده عن تجربه شخصيه، انا شخصيا صبغت وبصبغ ستيل بيونيكي. هنتكلم بقى على الميك اب. الميك اب بتاعهم فعلا طبي مصرح من وزاره الصحه، حتى في ايطاليا بيتباع ان هو براند طبي. فانا زي ما قلت لكم انا ما بتكسفش خالص ان انا اكتب في روشيتا فاونديشن او ايلاينر او كحل او ليبستيك او وات ايفر. ماده الرصاص اللي موجوده في الاقلام بتاعت العين السوداء في الماركات التانية حتى من اشهر الماركات دي، لما باجي اشيلها ولو ما شلتهاش كويس، هي لازم اشيلها بالميك اب ريموفل، بس على فرض ان انا ما شلتهاش كويس، الماده دي كانت بتترسب في السب ابيديرمال لاير او في الطبقات السفليه، فكانت بتسبب لي على اللونج ران حالات سودا ما كانتش بتروح بالتقشير ولا بكريمات التفتيح. جت بيونيكي شريت الماده دي اللي هي ماده الرصاص من الايلاينر والكحل. في دلوقتي في السب بتاع بيونيكي فاونديشن هو سيت كبير قوي في الكاموفلاج، الناس اللي عندها مشاكل جلديه زي البهاء او وات ايفر عندهم مشاكل عايزين يداروها، في عندهم الكاموفلاج لاين ده رائع اكثر من رائع. يعني انا شخصيا كان عندي حبايه النهارده لسه طالعه لي امبارح، وبعدين جبت الكاموفلاج كونسيلر بتاعهم لونه اخضر، ده زي ما انتم شايفين كونسيلر اخضر، لاي حاجه عندك حمراء اي حاجه اريثيماتس طالعه لك حبايه او التهاب في الوش وعندك خروجه وعايزه تداري، هتحطي الاول الكونسيلر الاخضر وبعدين بتطبطبي بالراحه خالص
تسكنيه كده او تكتميه على الجلد، ممكن تحطي سكند وثيرد لاير، وبعد كده احط الفاونديشن بتاعي. وبعد كده عندنا بقى زي ما قلنا زي البطرمان الصغير ده، عندنا منه اورنج لاي حاجه غامقه، لاي حاجه غامقه عندك في الجلد سواء هالات سودا سواء كلف سواء نمش عايزه تداريه، هتحطي الاورنج الاول وبعدين هتحطي الكونسيلر وبالطبطبه بالراحه، مش هنمسح عشان ما يروحش، لان انت لو مسحتيه هيطلع. فانا بحط على قد النقطه وطبطب بالراحه قوي واسيبه، وبعدين احط فوق الفاونديشن، وممكن احط كمان سكند لاير ابوف ذا فاونديشن، وبعدين اكرره تاني لحد ما تتدرى خالص. اوكي، فدي من الحاجات المحترمه قوي. يعني احنا كبنات وسيدات وطبيبه امراض جلديه ست، انا بعاني القصه دي من العيانين، يا دكتوره انا عندي مناسبه وعايزه اداري مشكله، عايزه اداري كلف، اداري نمش، اداري حبوب. فبقى عندي الفاسيلتيز دي كطبيبه ان انا اكتبها في روشته وانا مش محرجه، وفي نفس الوقت بترفع راسي قدام العيانين. جربوا الميك اب علشان ما يبقاش برضو رأيي يعني هو الرأي الأوحد. وأتمنى أن أنتوا على الفيديوز اللي هتنزل وعلى الصفحة تكتبوا الفيدباك لكل واحدة جربت الميك اب بتاعها، قولوا لنا الأخبار إيه، أنا عندي حق ولا ما عنديش حق، وقولوا لصحابكم بقى. يعني إحنا دايما كأطباء جلدية بقول للبنات إيه، وتقولي لصاحبتك على دواء أو حاجة بخاخة للشعر أو دواء كريم تفتيح أو الحاجات دي، لان ما ينفعش حاجه تبقى شبه الثانيه، او فيتامينز او وات ايفر، او دواء يبقى زي الثاني لاي عيانه ثانيه. بس بالنسبه للميك اب لا، قولوا لاصحابكم عليه انه فعلا بيناسب كل انواع البشره. وشكرا لكم.